السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا دكتور ايمن ملوك، هو حصل على الدكتوراه في العماره جامعه القاهره، وماجستير في اداره المشروعات جامعه جرينتش لندن، وحاصل على ماجستير في العماره جامعه القاهره، وبكالوريوس في العماره كليه فنيه عسكريه، ومتخصص محاضر في العماره البيئيه، ومؤلف كتاب البنايه بتربط الارض، مستشار معالي محافظ الوادي الجديد، ومطور مشاريع للعديد من المشروعات والعديد من الشركات. جزاكم الله كل خير دكتور، اتفضل. جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. لقاء جديد يتجدد مع بما ربيع اكاديمي، ومحاضره جديده ان شاء الله تبقى محاضره مفيده للجميع باذن الله، وارجو انها تبقى علامه فارقه لكثير من المهندسين، لان انا افهم كويس جدا واساعد ان الافكار الجديده المطروحه في السوق العالمي دلوقتي اصبحت كلها افكار ذات قيمه قويه جدا جدا. وبيساعد على كده ان التقنيات تطورت جامد جدا، بالاضافه الى التقدم في الفكر، وخاصه فكر ما يخص السستينابيليتي، وديت اللي ان شاء الله هنظهرها في المفهوم الجديد دوت، او المفهوم اللي الناس يعني قد تعرفه باسم بايوميمكري اركتكتشر. كلمه بايوميمكري دي هي كلمه يعني قد تكون غريبه على ناس كتير، لكن هنحاول نستوضحها ونستفهمها. ونبتدي بنقول ان بداياتنا كالعادة بنجيبها من الاول خالص، من اول ما الانسان استعمر الارض وقعد فيها وابتدى يشوف البيئات المختلفة اللي فيها، ووجوده في الارض اصبح بيحاول ان هو يتعامل مع هذا المكان على انه بيئة لازم يفهمها ولازم يستوضحها. فبتظهر معانا هذه البيئة القوية الجميلة ده هي لما كمان العلم بيحاول يدينا شوية معلومات ان الارض كبيئة موجودة من 3.4 بليون سنة، وده عمر الارض. ده بيحاول ان هم يوصلوا لنا المعلومة ده هي، وبيحاولوا يأكدوا على ان الانظمه اللي موجوده في الكره الارضيه ما هيش انظمه مستحدثه، لكنها وجدت مع خلق الارض ومع تواجدها. وبيظهر معانا ان الاصل في الكائنات كلها، والاصل في الخليه الاولى اللي ليها الفضل في تكون كل الخلايا من بعدها، هذه الخلية اللي اسمها كوكو ليثيفوريز ديت خلية هي المنتج الرئيسي للكربون. علشان بس نبقى فاهمين ان مش كل ما نقول كربون اميشن ان احنا عايزين ننهي علاقة الكربون بالحياة، لان الكربون هو احد المكونات الرئيسية لتكوين الخلايا في كل الكائنات الحية، وحتى كمان وجود الخلايا في الكائنات الثابتة أو الجامدة أو كده هو. فالكربون مكون رئيس ليها، بيخلي وجوده سبب من أسباب وجود الأكسجين والنيتروجين اللي هم مكونات الطبيعية للماء والهواء وتربة الأرض وهكذا. إذن الموضوع ما هوش مستحدث من عدم، الموضوع مرتبط كتير جدا جدا بالأصول الأولية للحياة على الكرة الأرضية من زي ما شفنا من 3.4 بليون سنة. التنوع الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلانا نتعايش فيه على الكرة الأرضية خلانا نقول إن هذا التنوع، طب الإنسان الأول لما راح لهذا التنوع كان بيحاول يعمل إيه؟ بيحاول إن هو يستوضح ويفهم كويس إزاي الكائنات اللي قبل منه.
الحمد لله. معلش عفوا. ازاي الكائنات اللي قبل منها كان بتتعايش ويحاول ان هو يستوضحها. فيظهر بقى مصطلح البايوميمكري. معنى ايه ميمكري؟ معناها محاكاة. ولما نقول اي حاجة لها علاقة بالبايو فالعلاقة تكون مربوطة بالطبيعة، مربوطة بالعضوية، مربوطة بما هو حي. فبايوميمكري محاكاة الطبيعة، وهو ده اللي لما ابتدوا يتكلموا عنه اشهر واحدة كاتبة اسمها جينين بنيس سنة 1997 قالت biomimicry is about learning from nature and studying what works in nature and then imitating these best ideas, designs and processes to solve our problems. يبقى الأصل فيها ان احنا نحاول نتعلم وندرس الطبيعة ومنها نطلع الأفكار والتصميمات والخطوات اللي تحللنا كل مشاكلنا. وهو ده الأصل فيه، مكون رئيسي من مكونات الحياة اللي احنا نربط نفسينا بالطبيعة بطريقة مختلفة. من الحاجات من الأقوال المأثورة جدا كوتس اللي كانت يعني مشهور بها ستيف جوبز اللي هو صاحب أو يعني شركة أبل هي الابن الشرعي الرئيسي له. فهو كان بيقول ان الاختراعات يعني اكبر الاختراعات في القرن 21 هو ان احنا ازاي ندمج او ازاي يحصل الدمج او يعني تداخل ما بين البيولوجي، علم البيولوجي، علم الاحياء والتكنولوجي. وهو ده اللي هنحاول نستفهمه كويس قوي، يطلع منه المفهوم بتاع البايوميمكري اللي احنا بنتكلم عليه، واللي هو اساسه علاقة طبيعية ما بين تكنولوجيا وكل ما هو عضوي. أو لما نيجي نبص على الصور اللي احنا بنحاول تكون قصادنا دي، هي الصور اللي انتوا شايفينها دي هي صور من الطبيعة، سواء كان الحوت ولا الأرض البكر دي هي. ازاي نقدر نتعلم من الحوت وايه هي الحاجة اللي ممكن يعلمها لنا الحوت علشان يحل لنا مشكلة ايه؟ طب الارض البكر دي هي لما نشوف حركة المية في الارض البكر دي هي تبقى عاملة ايه، ونقدر ناخد منها ايه علشان نحل مثلا مشكلة الانفراستراكشر، مشكلة الفلو بتاع المية مع الارض الصلبة او كده. اذا الموضوع محتاج ان احنا نستفهمه كويس قوي. وهل هو كان واقف على علم دون علم؟ لقينا ان ناس كتيرة جدا لما ابتدوا يستوعبوا كلمة البايوميمكري دخلوها في الزراعة، دخلوها في الكلينينج، دخلوها في الكوميونيكيشن اتصالات، دخلوها في الانرجي، في الطاقة، في الكفاءة الطاقة، في الهيومن سيفتي، في الاندستريال ديزاين، في الميديسن، في العمارة، في الترانسبورتيشن. هنحاول نستودع بعض الامثلة علشان الموضوع كبير وضخم ويعني انا بس بخبط على باب صغير علشان كل واحد يحاول يخش ويفهم منه إيه هو هيخش يعمل ايه. فزي ما اتفقنا كده هو ان الحركة بتاعت مثلا في الاجريكالشر، لما نيجي نقول ان حركة الفلوينج بتاع المية مع التربة مع الارض يبقى عامل ازاي، بنلاقي ان كثير من الانهار الخط بتاعها مش ستريت، مش مستقيم. اللي خلى كتير من علماء الزراعة قالك طب وانا اذا كانت الارض بطبيعتها بتمشي مع التضاريس بتاعتها والمية بتمشي مع التضاريس، طب ما خلي الزراعة بتاعتي كمان تمشي مع التضاريس، وبالتالي المية هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها انها تمشي مع هذه التضاريس، وبالتالي مش هيحصل فيه لوسز كتير للمية، ويبقى كفاءة الزراعة تعلى وكفاءة المية كمان ما تهدرش في غير مستواها. لو انا خدت المسارات الميكانيكال او الهارد وير بطريقة غير يعني بتختلف عن مسارها الطبيعي، مسار الشكل الرئيسي للطبقات او تضاريس الكره الارضيه، بنلاقي التكلفه بتزيد جدا، في لوسز كتير للميه، في هدر كتير للمكون الطبيعي للتربه، فبنلاقي ان احنا بنصطدم بعواقع شديد. انما لو مشينا، وهنا بيدينا بقى العلماء نتائج كبيره جدا. القنفذ مشهور القنفذ بانه لما بيدافع عن نفسه جسمه بيتحول الى مجموعه من الابر،
وانتم شايفين الصورة اللي موجودة في اليمين أقصى اليمين أسفل تحت، بنلاقي إن الكلب ده حب يهاجم القنفذ، فكان النتيجة إنه الشوك بتاعت القنفذ كلها دخلت في جسم الكلب، وطبعا بتبقى مؤلمة جدا جدا جدا. لكن النتيجة اللي حاولوا العلماء إنهم يستنبطوها إن احنا شايفين النيدلز اللي هي الإبر، إزاي إنها القنفذ ده هو ادانا فكرة مبسطة ازاي ان الابر بتاعته قد تصلح ان لو صنعنا ابر زيها ان يتخش السائل اللي احنا عايزينه عن طريق الجلد عن طريق اعضاء الجسم. فبالتالي كانت سبب رئيس من انتاج الابر هو شكل القنفذ وشكل الابر بتاعت القنفذ وليس القنفذ نفسه. حتى الدارفين، الدارفين بيقال انه هو اذكى كائنات وقد يكون اذكى من الانسان نفسه، لكن الدارفين في عنده خاصيه قويه جدا جدا، هي خاصيه ايه؟ خاصيه الصوت بتاعه. يعني الصوت بتاع الدارفين اللي بيعمله، سامعين الصوت ده؟ هو ده صوت بيطلعه الدارفين في صوره موجات، الموجات دي بتصطدم بالاجسام فبيبتدي يعرف المسافات بتاعتها عامله ازاي. نقوم احنا ناخد الفكره دي هي ونحولها الى اختراع زي ما بنشوف كده هو في السبمارين اللي موجوده تحت، الغواصه اللي موجوده تحت يطلع منها موجات صوتيه تصطدم بالاجسام على مسافات عشان اعرف المسافه بتاعتي اللي هي هتقرب من جزيره او هتقرب من جبل او هتقرب من ايه. فهنا يظهر معايا انا قدرت اعمل بايوميميكرينج للصوت بتاع او الترددات الذبذبات اللي بتطلع من الدولفين علشان يقدر يستوضح الحيوانات. ناخدها برضو في العربيات ونحاول نحطها كاختراع يخلي العربيات نقدر نركنها بطريقه جيده وتتحول الى اختراع مفيد ل للمكونات الرئيسية. طيب أهم حاجة لما أربط بقى الاستدامة مع البيوميميكري، احنا فهمنا كلمة البايو قلنا اللي هي العضوية أو الطبيعية، لما نيجي نحاول بقى نربط الاتنين مع بعض هيظهر لنا إن أشهر ثلاث فوائد وأشهر ثلاث عناصر نقدر نستفيد بها كاستدامة وعلاقتها بالبيوميميكري اللي هي إيه؟ higher resource qualification، ازاي المصادر بتاعتي ناخد فيها افيد حاجه واعلى حاجه فيها. الريديوبل انرجي ازاي استفيد منها من البيوميميكري، والزيرو ويست ازاي استفيد منها. طيب الهاي كواليتي ماتيريال هنستخدمها ازاي ونعمل فيها ايه؟ هنلاقي امثله كتيره جدا جدا بنحاول ان احنا نستوضح منها بعض الحاجات لان الموضوع كبير شويه، سواء كان من علاقة خيوط العنكبوت أو سواء كان من بعض أنواع الزهور اللي بيبقى ليها شوك نقدر نستفيد بيه إزاي، أو حتى كمان الأبراص وحركتها لما بتطلع على الحوائط والأسفف إزاي تمشي عليها، إزاي إن إحنا في بعض النباتات وبعض الجلود جلد الحيوانات انه ما بيقبلش ان قطره الميه تنزل عليها او انها تغرقها، فبالتالي نقدر ناخد من هذه الافكار سواء كان يخش بقى معايا علوم الفيزياء او علوم الكيمياء او علوم العلوم الحراريه، ونقدر نستنبط منها امثله لكده ازاي. حاجات كتيره جدا بتعليلي قيمه الماتيريال لما نيجي ندخلها كتقنيات وتكنولوجيا عاليه، وكل الامثله اللي انتم شايفيها واكتر من كده كمان ازاي ان احنا نقدر نستوضح منها الاختراعات بتاعتنا ونوصل بعاها لاي مدى من الاستفاده القويه اللي منها. فبنشوف علماء كتيره دخلوا على القواقع، عملوا حتى البرين بتاع الانسان، الخلايا الأولية الخنفسة أو البق اللي موجود في جسم الإنسان، بعض النباتات أكلة الحشرات، النمل وخاصة النوع اللي هو ذو الرجول الضخمة، كلب البحر، الأخطبوط وهكذا، السحلية، السكربينج أو الكلابينج اللي هو يعني
وهكذا حتى الكوكونات اللي هو جزء الهرم، ازاي ان انا اقدر منهم واخد منهم افكار تخليني اتعامل مع التقنيات بطريقه عادية. احد الافكار الجميله اللي لقيناها تطبيق للميميكرينج للحيوانات اللي هي ملابس السباحين. بنشوف ملابس السباحين ليها تقنيه معينه زي الجسم بتاع السمك، وخاصه سمك اللي هو قريب من السمك السلمون، الجسم بتاعه أملس فبيقدر يمشي مسافات سريع جدا في حركته تحت المية. فلما درسوا الجلد ده هو وخواصه والمواصفات بتاعته قدروا انهم يعملوا اللبس بتاع السباحين علشان يقل مقاومة السباح تحت المية. فانا عايز استفيد من حركة السمك، واي مش اي نوع سمك اقدر استفيد منه عامل ازاي. الزهور الشائكة اللي هي بتبقى موجودة وتلاقيها في البرية كتير جدا، تلاقيها تلبس بتلزق في الهدوم او بتلزق في الشراب او بتلزق في البنطلونات والتيرات وملابس الانسان، اتخذ منها فكرة اللي هي فكرة الاستكس اللي هو الرباط اللي كانوا بيسموه سكوتش زمان. كنا زمان لما بنيجي نشتريها انا اقول لك احنا عايزين نشتري جزمة سكوتش. ايه الجزمة السكوتش اللي هو اللي انتوا شايفينه ده؟ الفكره اتخذت من هنا ان هذه الاجسام المدببه بتمسك في اي جسم بيقرب منها. الفكره هنا تحولت الى هذا الشريط الرابط اللي يتحط فيه الاحذيه، يتحط في الملابس، يتحط في اي في الشنط، يتحط في اي حاجه عايز تقفل بيها وتمسكها. بقت هنا في زي ما بنقول ايه ذكر وانثى سالم موجب، نقدر نفكر بالطريقه دي. هي برضه نفس القصه بالنسبه للسحالي او البراس، ولما بيحللوا الجلد بتاع البرص ان هو بنلاقي قدرته العاليه جدا، لان التضاريس او التجعيدات اللي موجوده في كل صباع من صوابع البرص بيتمدد ويتكيف على انه يمسك في اي ارتكل بسيط وهو طالع وهو بيمشي على السقف، فبيبقى كلابينج للسطح. وبالتالي نقدر نستفيد من القصه دي. اتعملت الفكره بتاعت ازاي ان احنا نخلي الناس تطلع على الاسطح الراسيه بطريقه ما تخليهمش يقعوا، وبتخليهم يبقى ماسكين في السطح بطريقه جيده. دي برضو بايوميميكرينج، ازاي ان انا حولت الفكره ده. الخفاش وحركه الطيران، خاصه مش اي نوع من الخفاش بيسموه الشجر جلدر، ده بيستطيع الطيران عن طريق فكره انه جسمه نفسه مربوط ما بين الايدين والرجلين. الجلد بتاعه لما بيتفرد فبيبقى كانه عامل زي الباراشوت. انا اخد الفكره دي هي ويبقى الوينج سويت كنوع من انواع الباراشوتات اللي بيلبسها الانسان، مش محتاج بقى الامبريلا الضخمه اللي فوق منه علشان ينزل، لا ده هو السويت. نفس الفكره بنشوف ان ربط ما بين الاطراف وبعضيها في الدريسنج دهوت او في السويت دهوت بيخليها عندك القدره او عند اللي بيستخدمها القدره للطيران من غير ما يكون في حركه تصادم عنيفه لما بيلتصق او لما بيوصل للارض. برضو قصه بعض النباتات بيبقى قدرتها على، وخاصه احنا الموضوع بتاع عندنا في مصر ورقه اللوتس. على فكره كنت سمعت احد المحاضرات ان بسبب الاختراع ده هو واحد الماني بقى من اغنى الاغنياء، ان ورقه اللوتس دي هي فيها خواص غريبه جدا جدا وقويه جدا جدا، اللي هي لا يلصق فيها اي اتربه ولا ميه ولا اي حاجه. فلما حللوا ورقه اللوتس دي هي لقوا ان خواص بتاعتها طارده لاي سائل ممكن يمشي عليها وطارده لاي ارتكلز حبيبات صغيره. هنا ابتدت يظهر معانا دلوقتي في التقنيات الجديده لللبس للاحذيه للاستخدامات السيارات حتى كمان، ان ازاي ان انا اخلي الماتيريال بتاع الجسم ده هو ما يتاثرش باي اتربه، ما يتاثرش باي اوساخ، ما يتاثرش باي سوائل،
هنا يظهر معايا التقنية دي فايدتها عاملة ازاي في الاكتشاف بتاعها واقدر اعمله ازاي. طبعا احنا لسه كل ده كله انا بتكلم ان جنرال، داخله فيها حاجات ميكانيكال، داخله فيها حاجات الكتريكال، داخله فيها حاجات كيمياء كيميكال، فكل ده احنا لسه ما دخلناش على العمارة، لكن خلينا نستوضح بعض المفاهيم الاول بعد كده نخش على العمارة وتطبيقاتها عاملة معانا ازاي. لما نيجي نتكلم على البايوميمكري والرينيوبل انرجي بنلاقي ان حاجات كتيرة جدا جدا قدرنا نستنبطها من الطبيعة انها تبقى جزء رئيسي في الافكار المستحدثة للطاقة المتجددة. احنا عندنا من ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا ابتدينا نستكشفها ان فكرة ادي ده كل ده الاصل بقى للافكار، برضو هنشوف للحوت ايه العلاقة بتاعته، النسر الايجل وحركة الطيران بتاعته والريش بتاعه عامل ازاي، حتى البطة البجع او البط بيطير ازاي، نوعية العصافير دي هي ازاي انها بتمشي ازاي، الطمان ده هو عامل ازاي، الديل بتاع الدرف بتاع الحوت بيبقى عامل ازاي، الفراشة عاملة ازاي، البينجوين عامل ازاي، اليعسوب او الـ او الـ او الـ بيسموه اللي هو الـ هو بيسموه الاسم اللغه العربيه بتاعته اليعسوب، الحركه بتاعت او الجناحات بتاعته عامله ازاي، الحمامه الطير عامل ازاي، عباد الشمس ده اللي احنا عارفينه كلمه عباد الشمس، الورده دي هي السفيد دي عامله ازاي، وغير كده اللي احنا شايفينه ده كله، كل الامثله اللي انت شايفينها واكتر من كده العلماء دخلوا فيها وعملوا فيها ايه، وايه الابحاث اللي نجحت افكار بتخليها تبقى قابله للتطبيق. تعالوا نشوف بعض الامثله منها. لما نيجي نشوف الحوت الضخم، الحوت اللي هو بيسموه الحوت الازرق، الحوت الضخم دوت، الحوت دوت وزنه بيعدي الاطنان، طيب حركته تحت الميه وسهوله انه يطلع ياخد نفس فوق الميه وينزل تاني في اعماق الميه، لما درسوا الحركه ديت الاطنان دي كلها اللي بيمشي بي 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 بسلاسه عامله ازاي، لو ان الزعانف بتاعته النهايات بتاعته المدببه دي هي النهايات المدببه دي هي اولا اللي انتوا شايفينها دي هي النهايات دي هي بتعمل حاجة جميلة جدا جدا اللي هي ايه، انها بتقلل مقاومة المية بالنسبة لحركة الجسم كله بالكامل. فياخد العلماء من الافكار دي هي بياخد العلماء من الافكار دي هي ويركبوها على الطيارة على اجنحة الطيارة علشان يقللوا مقاومة الهواء وهي طايرة، يعملوا كده، بل ان كمان اتخذت هذه الفكرة انها بقت في حتى في البليدز بتاعه الوين توربين برضو عملوها بنفس الفكره المدببه ديت علشان تقلل من مقاومه الهواء. فشوف شوف الاصل فين، الاصل مع الحوت، يطلع معاها في معايا ايه، يطلع معايا فكره ان انا الطيارات او البليدز بتاعه الشفرات بتاعه الوين توربينز يقدر يشتغل معايا. فكره ثانيه اللي بيسموها الكينج فيشر بيرد او الطائر ذو المنقار الطويل، احنا دخلنا في عصر اللي هي بيسموها البوليت ترين اللي هي قطارات الطلقه، السرعات بتزيد عن السرعات اللي احنا متعودين عليها، فعدينا ال 100 عدينا ال 200 عدينا ال 300، يقال دلوقتي ان اخر حاجه وصل لها الصين وصلت لها الصين القطر اللي هو ال 600 كيلومتر ساعه. لكن الإشكالية بتاعت القطر ده هو لما كان بيخش في نفق ويجي يخرج من الناحية التانية من نفق كانت الضغط من سرعته بيعمل ضغط جامد جدا، فيجي يخرج لازم الإزاز يتكسر، لازم يحصل دمج في القطر، لازم يحصل لأن فرق الضغط بيبقى عالي جدا جدا جدا. نتيجة إيه؟ نتيجة إن المقدمة بتاعته كانت شبه فلات أو ما كانتش بالشكل اللي أنتوا شايفينه. لما ابتدوا يدرسوا الحركه بتاعت الطائر دوت الكينج فيشر دوت بيرد وهو ازاي ان هو بيخش علشان يصطاد سمكه بمنقاره يصطاد السمك ويطلع، بيلاقوا انه مفيش مقاومه تذكر، حركته وهو بيلامس سطح الميه يلامس سطح الميه في مقاومه،
لما بيخش بمنقار المدبب ده بتقل المقاومه جامد جدا وبيخش بجسمه كله علشان يصطاد السمكه ويطلع. تخيل لو ما كانش المنقار ده هو هيحصل تصادم ما بين وشه وسطح الميه، فبالتالي ممكن يحصل له دمج في وشه في عينه. لكن قدره الله سبحانه وتعالى انه يعمل المنقار ده اللي خدوها العلماء في الصين وفي اليابان علشان يعملوا البوز المدبب ده هو للقطر، انه لما يخش مع كتله الهواء ما يصطدمش معاه يوم يدمر ويحصل تشريخات في جسم القطر، وهنا بيحصل استفاده جامده جدا من طائر بسيط اليعسوب اللي هو انا برضو مش قادر يعني اجيب الاسم بتاعه اللي احنا عارفينه، بعوضه يمكن بعوض البعوضه. لكن في نوعيه من البعوض بنلاقي ان الجناحات بتاعته شوف لايت ازاي وبيقدر يطير بيها مسافات عاليه. الصوره اللي على الشمال ده مين؟ ده معماري كبير جدا رينزو بيانو ياخد فكره اليعسوب او فكره اللي هي البعوضه ديت الاجنحه بتاعتها ويكونها مع البليدز مع الشفرات بتاعه التوربن الويند توربن، علشان الشفرات دي تقيله قوي فالمفروض انها تبقى خفيفه وزنها يبقى خفيف، يوم يحصل ان لما تلف معايا اقدر استفيد من الحركه الميكانيكال من حركه الشفرات ديت، احول الحركه الميكانيكال ديت الى طاقه كهربيه. فادي احتمال او ادي فكره كمان قدر ان هو يعملها لنا واحد معماري. بيقول او الدراسات بتقول ان 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 ديت زودت من كفاءه البليدز دي 35%. 35% رقم مش قليل ان انا احطها لهذه الشفرات على الماكينات بتاعه الويند توربين. طيب لما نيجي نبص على مفهوم كلمه الزيرو ويست في البايوميمكري بيعمل ايه؟ احنا بنشوف ان ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الكائنات كلها وعمل من ضمنها الاوراق الشجر، وازاي ان اوراق الشجر بتتحلل وبتصل الى مرحله انها تبقى مواد عضويه بتمتصها التربه ثم تستفيد بها كسمات لمكونات نباتات اخرى. فنفس القصه لو قدرنا ان احنا ناخد اللوبينج دوت او الدايره ديت ونقدر نحولها الى اختراعات، بنلاقي ان هذه الفكره ممكن تبقى ليها حاجات تانية مماثله ونقدر نستخدمها ونستفيد بيها في اكتر من اختراع، ممكن يبقى فيه اشكال تانية للاختراعات. انا يعني لو حطينا بعض الافكار البسيطه اللي ممكن نتعامل معاها ديت، مثلا جسم الانسان لما بينجرح بنشوف قد ايه الهيلينج بتاع الجلد لما بيبقى بيحصل له سجحة او بيحصل له خربشة جامدة شوية، فالخربشة دي هي مع الفترة مع الزمن بيحصل ان الانسجة بتلتئم وترتبط. ياخد الفكرة دي هي فريق بحثي من العلماء ويحاولوا ان هم يعالجوا بها التشرخات اللي موجودة في الخرسانات، ويبتدوا يحطونا بعض التكوينات او بعض المواصفات اللي هي قريبة من المكون البلازما المكون الرئيسي للجلد عند الانسان، علشان يبقى لما تتحط على الخرسانه تتضاف تبقى اضافات على الخرسانه ما حصلش الكراكج اللي انتم شايفينه ده، او لما يبقى يحصل نتيجه مثلا هزات ولا حاجه يبقى يحصل تلاؤم. وهنا بنكتشف ان الموضوع ده يعني اختراع من زمان مش من قريب. احنا بنسمع ان اليابان قدرت انها توصل لانها تعمل هيلينج للخرسانات بتاعتها، خاصه الاعمده بتاعت الكباري، لان اليابان مشهوره بكثره الزلازل اللي عندها، فيتحول هذا الامر الى اختراع مفيد جامد جدا للجسم او الهيكل الاستراكشر بتاع اي منتج. برضه نفس الكلام لما نيجي ندور على الافكار اللي ممكن نربطها ما بين الويست ماتيريال علشان نطلع بيها منتج جديد، وزي ما قلنا الليفز والورق لما نيجي نشوف التحلل عامل ازاي، البريكس كمان انا ممكن اخده من فين؟ من الويست ماتيريال اقدر اوصل بيه انه يبقى ماده بنى، سواء كان كستراكشر معايا او حتى كمان فينيشنج او فلورنج او كده هوت، واقدر اطبق التطبيقات دي ازاي. كلمه الويست نفسها مانجمنت
اهم حاجه عنصر فيها ازاي ان انا استفيد جامد جدا بالماتيريال حتى لو كانت ماتيريال جاربش او كده اهوت، وازاي احولها زي ما الطبيعه علمتنا. وديت الاشكاليه الكبيره بتاعتنا لحد دلوقتي في مفهوم كلمه ازاي نتعامل مع البلاستيك. البلاستيك الصناعي اللي موجود على في كل الدنيا وتاثيره السيء لانه لا يتحلل، لكن لما ابتدوا العلماء يخشوا في البلاستيك ولقوا انه ان احد الافكار القويه جدا جدا اللي هو بنعمله ايه بنسميه البلاستيك العضوي انه بيتحلل، بل انه في بعض الصناعات البلاستيك اصبح انه لو حطيته في ميه في كوب ميه بيدوب مع الميه وممكن الميه دي تشرب لانه الاصل العضوي بتاعه او الاورجانيك بتاعه نباتي فممكن انه يتشرب ما ياثرش على جسم الانسان. ونخرج بره مفهوم البلاستيك الصناعي الكيماوي اللي هو لا يتحلل واثار مدمره جامده جدا جدا على البشريه. طيب احنا كده جبنا امثله متنوعه وفهمنا المسارات الثلاثه بتاعتنا عايزين نعالج بيها يعني عناصر كتيره جدا في الحياه حوالين منا. طب تعالوا بقى نشوف في العماره بيحصل ايه. احنا عندنا العماره لما ابتدينا نفهم مفهوم كلمه الجرين بيلدينج والمباني المستدامه، لما نبقى ندور نربط المباني دي هي بالاورجانيك بالبايو بالبايو ماتيريالز بالبايو اركتكتشر كله بصفه عامه فبنسميها ايه بايونيك اركتكتشر او اورجانيك اركتكتشر. المفاهيم دي كلها هنحاول نطورها ازاي ونطلع منها بتصميمات عامله ازاي. تعالوا بينا ونشوف. احنا البايونيك او الاورجانيك اركتكتشر بصفه عامه بيبقى الارتباط الرئيسي فيها ان لازم نحط مفاهيم البيئه بافكارها المتنوعه وليس باشكالها بس، لان لما ابتدينا ناخدها كاشكال كان ده الليفل الاولاني اللي بيسموه ايه بيسموه بايمورفيزم. البايمورفيزم هو احنا بناخد التجسيد الشكل التجسيدي بتاع الطبيعه ورحنا ركبناه في مبنى، لكن عايزين نتعمق اكتر فكانت الليفل الثاني ان احنا نخش على ازاي نربط المبنى بتاعي بالطبيعه فسموه البايوفيليا. يبقى في حاجه اسمها البايومورفيزم وفي حاجه اسمها بايوفيليا. لما ابتدينا ناخد فكره الطبيعه ازاي بتتغلب على مشاكل معينه عندها ونطبقها، هنا بقى ظهر معانا البايوميميك. يبقى في عندنا ثلاثه ليفل، البايومورفيزم البايوفيليا البايوميميكري. وخلينا نبتدي بالبايوميميكري علشان ما يتوش منك كلام، بعد كده في الاخر هنجيب امثله على البايوفيليا والبايومورفيزم كده. او خلينا معلش نبتدي بالبايومورفيزم لان هي البايومورفيزم هي الاقدم شويه وهي اللي لقيناها مع معماريين كتير جدا وحاولوا ان هم ياخدوا الاشكال بشكلها زي ما هو ومن غير ما يكون في فايده، فقط انه يقلد الطبيعه في الشكل. فظهر معانا الفكره بتاعت فرانك لويد رايت لما عمل الفولن ووتر، الفيلا بتاعت الفولن ووتر، خد تكوينات الصخر الصوره اللي فوق، خد تكوينات الصخر نهوت وعمل فيها الليفلز اللي انتم شايفينها، ولان الميه بتمشي في جداول من الصخر فكان حركه الميه كمان مع الكتل اللي عاملها كانه بيقلد الطبيعه. لكن فين في فايده في القصه؟ لا، هي فقط الشكل. فقط الشكل خلى في ناس تعمل الشكل اللي هو القوقعه يعمل منه بيت. ايه هي الفكره الاساسيه بتاعتها؟ فقط الشكل. فقط الشكل لما بنلاقي المبنى الرئيسي او مبنى من المباني الموجوده في دبي على شكل برضه قوقعه ياخد الشكل بتاعها. ياخد شكل الطائر علشان يعمل مطار، ياخد شكل الخشب البامبو يعمل منه هاي رايز بيلدينج. افكار كلها فقط ارتبطت بالشكل. في مطار بتاع كينيدي في امريكا لقينا ان المعماري اللي هو عمل المبنى ده هو كان الفكره الاساسيه بتاعته ان ياخد شكل
الطائر علشان يحاول ان هو يقلده ويعمل منه تقليد فقط لشكل الطائر لكتلة المبنى، كتلة الصلاة بتاعة المبنى زي ما انت شايفين الصلاة الرئيسية عاملة ازاي، زيها زي الطائر. إذن هي المسألة بالنسبة له فقط ارتبطت بإيه؟ ارتبطت بالشكل. طبعا سيرينيان ده هو أصله فنلندي لكن مات في الولايات المتحدة سنة 61. مبنى تاني خد فكرة المشرم ويعملها مين ده هو؟ ده فرانك رويد رايت، برضو كان فقط الشكل، انه ياخد فكره المشرم العمدان ثم الكاب بتاعها عامل ازاي، يعمل بيها الصاله اللي موجوده في المبنى الهيد كوارتر بتاع جونسون واكس. هنا برضو شكل فقط، يعني الموضوع لم يخرج بره انه يطور الشكل البسيط الى منشأ بيقلد فيها شكل. طيب لما نيجي نتكلم على البيوميمكري، انا معلش يعني انا ابتديت بالبايومورفز، كانت الفكره بتاعتها ساعه ما كنت بحاول ان انا ارتب المحاضره عندي ان طب خلاص خلي الناس تفهم الاول احنا عايزين نوصل لايه ونتعمق اكتر. البيوميمكري هنا هو كانت من الامثله الشهيره جدا للكنيسة بتاعت جاودي، وارتباط الفكرة بتاعت الكنيسة نفسها. الكنيسة دي كانت معمولة سنة كام؟ سنة 82، لسه من فترة بسيطة من أقل من شهر افتتحت الكنيسة دي، لأن لما جاودي مات ما كانتش الكنيسة اكتملت، لكن اكتملت في سنة 2022. كانت الفكرة الأصلية بتاعتها إيه؟ إن الشجرة الجذع بتاعها مع الاطراف بتاعتها شايله مساحه ضخمه جدا جدا من الاوراق، مساحه ضخمه من الجذوع، مساحه ضخمه من الجذع الرئيسي ده هو والافرع بتاعتها، هو ده الاستراكشر سيستم اللي ارتبط بيه جاودي ان يعمل الرجول اللي انتم شايفينها دي هي. اذا هنا ابتدى ياخد ايه؟ هنا يبقى بايوميمكري كامل، ان هو ياخد فكره الشجره ويطبقها على منشأ. مايك بريس دوت او بيرس ده من المعماريين التقال جدا في مفهوم البايوميمكري، وهنشوف هنا اهوت مثالين موجودين صممهم ونفذهم بايده مايك بريس، وهو يعني اصوله من زيمبابوي. مايك بريس لما درس في جاينت انت النمل الضخم اللي موجود في افريقيا، ده البيت بتاعه اللي انتوا شايفينه في النص تحت دوت اللي انا بشاور عليه بالسهم، ده البيت بتاعه. البيت بتاعه ده هوت لما بتيجي بتعمل له كاتنج كده هوت، بتاخد قطاع سيكشن راسي فيه، بتجد ان هذا البيت اولا مستعمره ضخمه من النمل بتعيش جواه، وعباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الـ من الـ من البيوت. البيوت في كل مجموعه من النمل المتعايشين فيها، لكن هو طين، فكان لازم يبقى في مخارج ومداخل للهواء، فحركه الهواء اللي انتم شايفينها بتتم من خلال ايه؟ من خلال فتحات موجوده في هذه الكتله الطينيه العجيبه اللي ربنا علمها للنمل انه يعملها عشان يدخل ويخرج منها الهواء السخن. الهواء السخن طبعا كثافته بتبقى اعلى، فبيخرج الهواء السخن من فوق من الفتحات العلويه، لكن الهواء السائع بيخش ويحصل عمليه طرد للهواء السائع للهواء السخن. حركه الهواء اللي هي ياخدها مايك بيرس ويعملها في مبنى في زيمبابوي، ويحاول ان هو يعمل نفس التقنيه دي هي. ادي نفس التقنيه الدبل فساد بيعمله هنا اهوت علشان يعمل ايه؟ يعمل خلخله للهواء. شايفين التقنيه بتاعت الواجهه عامله ازاي هنا اهوت؟ ياخد التقنيه دي، الهواء يخش يبقى البارد يطرد السخن ويعمل عمليه لوبينج للهواء جوه المبنى، يطرد الهواء السخن من فين؟ من فوق، من اعلى نقطه في المبنى، من المناطق المناطق العاليه في المبنى، ويبقى هنا اهوت خد المثال بتاع مملكه او مستعمره النمل
وطبقها في المبنى في زيمبابوي. جه على مبنى تاني وخد فكرة ايه؟ لحاق الشجر. فكرة لحاق الشجر هو السكن بتاعة الشجرة اللي ورا منها الجزع اللي بياخد بيحصل فيه عملية الاستنباب بتاعة الشجرة نفسها. ايه الميزة القوية في اللحاق ده؟ هو الميزة القوية اللي فيها بيخش برضو حركة الهواء ثم تبرد المية اللي متاخدة من الـ من الـ من الجذور علشان تطلع لآخر ورقة فوق، وإلا هتبقى هتتبخر المية دهيت. عملية التبريد دهيت عملية الأصل فيها هو اللحاق نفسه. فبرضو نفس القصة، نلاقي الوجهة بتاعته هو خد من اللحاق ده هو فكرة إنه يعمل بانلز من الخشب، والبانلز دهيت منها تبقى مش فيها كونتينيوتي، ما فيش فيها استمراريه، لكن بمسطحات بسيطه بالظبط زي اللحاق ما بيتكلم. لكن هنا هو بيحصل فيها عمليه ايه؟ ان ما بيخليش يمنع الشمس من الواجهه، ده كمان بيدخل الشمس بس بمقدار محدد مع حركه الهواء اللي داخله يحصل عمليه تبريد. وده السكشن اللي هو قدر ان يعمل فيها تبريد كامل جدا للمبنى. هل المبنى ده محتاج بعد كده مكيفات ضخمة؟ لا خالص. فانت فاهم كويس قوي قد ايه ازاي ان احنا نستنبط من الطبيعة علشان نوصل لما هو مستحدث وجديد. انا يعني الامثلة اللي انت شايفينها دي هي وما هو اكتر من كده كتيرة جدا، لو دخلت وقلته اركتكشر بايوميميكري هتلاقي منها امثلة قوية جدا. الاستاديوم اللي اتعمل في 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 البكين، في بكين عملته مجموعه الهيرزوج ودول مجموعه من المعماريين اللي خدوا استنبطوا فكره الاستراكشر بتاع الاستاد دوت من النست بتاعه البيرد بتاعه الطائر. النست بتاعه البيرد ان هو سبحان من ابدع ان يبقى شويه اغصان تبقى مربوطه ببعض، مربوطة بطريقة هندسية ما تتفكش، ولما الهواء يطيرها بيطير النست كله. لكن هو المفروض انه بيبقى مربوط مع الجذوع بتاعت الشجرة، المفروض انه ما يطيرش. لكن القصة كلها في ايه؟ انه شايل نفسه نفس الجذوع ده او نفس الجزيئات الصغيرة من الاطراف بتاعت الشجر، يجيبها الطائر ويربطها ويشبكها مع بعض. هي ديت الفكره اللي ارتبط الاستراكشر، ان ما يتحطش عمود ويبقى تغطيه كامله للاستاد من جوه. ادي الفكره وادي الاصل بتاعها. طبعا البايوميميكري اتكتب فيه مؤلفات كتيره جدا جدا، ودي هي بعض من هذه المؤلفات اللي سواء كانت للعلوم الطبيعيه او حتى كمان بايوميميكري ان اركتكشر. الكتاب ده ممتاز وده فادني كتير جدا ان انا اديكم المحاضره ديت، وارجو ان انتم ترجعوا للمراجع ديت وتشوفوا المواقع بتاعه البايوميميكري على مستوى الانترنت. هيفضل معايا البايوفيليا، وهو انا بسميه هو العلاقه الوسط، هو فعلا الليفل الثاني ما بين البايوميميكري والبايوميرفيز، لكن هو في فكره فلسفيه اكتر. ايه هي الفكره الفلسفيه؟ ازاي اربط المبنى بالطبيعه؟ فاما ان يكون الاوبن سبيسز اللي موجوده عندي زي في الصورتين اللي موجودين على الشمال، ازاي يبقى المبنى بتاعي اوبن لدرجه ان هو ما يبقاش فيه فاصل بينه وبين الطبيعه. فالربط بالطبيعه هو الاصل فيها، انه يدخل مفهوم الطبيعه مع المنشا بتاعي. او انه لما اجي اعمل انتيريور او حتى اوت دور، ان يبقى حركه النهايات بتاعه المبنى بتاعي كأنه بيعمل تماثل للطبيعة، ويروح رابط النهايات دي كمان بالجرينز، ونخلي الربط ده هو له تشكيلية تانية. هل ينفع الكلام ده فقط للفيلل، فقط المباني اللي زي الفنادق وكده؟ لا، ده كمان ممكن ينفع في المباني الإدارية. لما نيجي نبص على المبنى الإداري ده هو الربط ما بين الطبيعة، حتى لو كانت الطبيعة دي بعيدة، لكن الأوبنز اللي هو عملها هنا هو تقوليه التراس ازاي اللي موجوده اللي انا بشاور عليها ديت، التراس ديت يعمل فيها كميه الزراعات دي كلها، ويخلي الربط بتاع الزراعات مع الفتحات مع الوجهات. كان لو ابص على الانتيريور من جوه كانه هو بيقول له
انت مش انت مش قاعد في مكان خرساني وكتلة خرسانية بحتة، انت قاعد جوه الطبيعة. طبعا بيزيد معايا الكلام ده هو لما كمان اروح رابط الكلام ده هو بايه، اروح رابطه مثلا بأودر، او انه اربطه بصوت ساوند، تمام، اللي هو البيئات بقى هنا هو بتبقى عاملة ازاي، بيئة العمل تبقى عاملة ازاي. هنا يظهر معايا بقى ان البرودكتيفيتي بتاعة المكان ده هو بتختلف تماما لما اخلي اللي بيشتغل في هذا المكان تعايش مع الطبيعة بكل ابعادها، البعد الرؤية، البعد السمعي، البعد اللي هو حتى السميلينج الشم. فانا هنا هو بخليه متعايش تماما، فكأن بنقل الطبيعة جوه المبنى ولا انقل المبنى عند الطبيعة، وان كان احنا كل ما بنقرب من الطبيعة كل ما يكون افضل بدون ان احنا نأذيها او ندمرها. انا شاكر ليكم وارجو ان انا اكون فتحت بعض المواضيع اللي كمعماري وكانشائي وكتخصصات اخرى حتى كمان يبتدوا يدوروا فيها ويبتدوا يستوعبوا كويس قوي قد ايه العلاقات دي. على فكره انا نسيت اقول لكم طبعا ان من الحاجات الجميله جدا اللي وصلنا لها دلوقتي الروبوت، ازاي ان في روبوتات دلوقتي مثلا بتمشي زي في الميه او زي السمكه او روبوت. ده التقنيه بقى العاليه بقى ان احنا ايه علينا مفهوم كلمه البايوميمكرينج، انه يربط بالروبوتات، وازاي ان حركه الروبوت احنا دلوقتي الايموشن والفيلينج بتاع الروبوتات ربنا تبقى هي موجوده في الروبوتات اللي هي مقلده للانسان. اشكال كتيره جدا من الروبوتات اتخذت من الطبيعه، حركه التعبان، حركه الفراشه، حركه الطيران بتاعه البيرد. الروبوتات دي هي من الاختراعات اللي ارتبطت بعلم البيولوجيا. شكرا جدا وتحت امركم في اي اسئله. جزاكم الله كل خير دكتور، الف شكر حضرتك على المحاضره، واستنى حضرتك لو حد عنده اي اسئله للدكتور. اهلا وسهلا.